معناتها في تاني شي. ايه تاني شي، الخزان تبعه مبخوش اكتر من بخش. ها كل بخش عم ينقط مي على البخش اللي بعده، اخر بخش عم ينقط على المحرك، بده تبديل. اخي من الاخر قديش بتكلف هاي؟ يعني بتكلفك حوالي 35,000. عمو 35؟ اخي احملها وروح كبها بسوق المستعمل ونقي لك وحده مستعمله بس نظيفه، انا بفهم فيهم، نقي لك وحده مرتبه. هش انت هش، بعدين بورجيك. يا اما احملها وخد لعند هذا المصلي، احنا مفوت الدنيا ببعضها. يا لطيف شو ابن حرام. لك ابن الحرام تحكي عنه ليكو قدامك، هذا اللي صلحها وخربها. انا شو دخلني انا؟ نلع روشي نلع. لك خلاص بكفي اعتقلوا هالصبي لسه عالطالعه والنازله بهادي. لك ليه يعني افاصها للغساله؟ ما عم تتصلح. ايه بدلها. بدلها؟ سعيد دخيلك. شو بدك بسعيد؟ حبيت اتذكره بس. انت هذا اللي شاطرة فيه، بدلها. اخ يا جار لا تشكيلي ببكي لك. حاجة نوح اخي، حاجة نوح. صحيح جار تذكرت شغلة. شو رأيك جيب لك غسالة بدل هاي وتدفع فرق شي 10,000 ليرة بس؟ 10,000 ليرة؟ مو عم تقول خربانة؟ لك منجيب واحدة مستعملة بس نظيفة، عم قلك انا بفهم فيهم. والله فكرة. حواليك واحد يستفيد من قطعه ويعطيني بدالها؟ هلا بسأل ابو نضال. لا دخيلك الا ابو نضال، ما بتجيني من وراء الا كل المصايب. حبيبي انت شو فارق معك، بدك العنب ولا بدك الناطور؟ صحي شو بدك تصاهره، انت جيب الغساله منه وما ضروري تحبه للزلمه. طيب ابو سالي خذ الغساله على اساس الك وبدلها، انا ما بدي اشوف خلقته. يا عيني عليك يا عيني عليك. هلا بسال ابو نضال وين هذا المحل اللي بيجيب منه غرار تعفيش. شو حبيبي؟ تعفيش؟ بده يعني يشتري غراض مسروقة؟ الله يصلحك يا أبو سالي، قل له مستعمل ضروري تقل له تعفيش. خذ أغراضك وطلع. طلع أنا رفيق جهادك وهمك، اشتري غراض مسروقة يخرب بيت قلبك، نحن عم نكافح على الظاهرة. طبرا كافح رفيق كافح، تصطفر.